أن تنصر الحق هذا أعظم المنن، أن تستقيم على هدي الرسول ولا تمل إلى الظلم أو تدعو إلى وثن، وأن تكون جدارا في بناء وطن من الخيانة يشكو لوعة المحن. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراع أو التنازع على كرسي الحكم ليس ذاك بالشيء الكبير بالنسبة للشعوب، فهذا التنازع طبيعي وليس منه بد ما دامت البشرية قائمة والحياة مستمرة والاختلاف موجود، ولكن المهم في الأمر هو كيفية وصول أحد الأطراف السياسية لكرسي الحكم. هل هي وسيلة حضارية أم أنها ضرب من ضروب الغاب والفوضى؟ هذه الفرضية وهذا المنطق تثبته التجربة والأحداث، وهذا مربط الفرس كما يقال، وهذا ما تخشاه الدول والشعوب. فإذا ما وصل ذلك المنازع لغيره للحكم بالقوة وبالحرب والدمار فإن تكلفة إزالته ستكون باهظة، ستكون باهظة الثمن ولا يمكن تقديرها ولا حسابها. والواصل للحكم هو إنسان بطبيعة الحال، وهو معرض للخطأ مهما كان تقديره وتدبيره أو الانحراف عن الجادة أصلا. فما يهمنا الآن ونتمسك به ولا نتخلى عنه هو كيفية وصول فلان أو علان للحكم، فإذا ما ثبت لنا ذلك سهل بعد ذلك كل شيء، والخطأ يتم إصلاحه، ولا تضيع أوقاتنا ولا تجاربنا سدى. للأسف ما نقوله الآن ونطالب به قد وصلت له البشرية من عشرات السنين أو ربما المئات. لابد للمحكومين أن يمتلكوا إرادتهم، ولا بد لهم أن يشاركوا في الحكم وطريقة اختيار الحاكم حتى يتحملوا هم أيضا جزءا كبيرا من المسؤولية في إدارة البلاد، وتكون العقول مجتمعة هي التي تدير دفة الحكم وليس عقلا واحدا ورأيا واحدا، حتى لا تقع كارثة الاستبداد من جديد وحكم الفرد. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن إشراقت الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقت وطن. نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله نبدأ الحلقة. وحلقتنا كالمعتاد نبدأها بالرسائل. ورسالتي الأولى الحقيقة تحذير وتنبيه وزي ما تقول تخويف. القضية متاعنا يعني في رأيي أو الصراع متاعنا بدأ ينحرف انحرافات رهيبة بالكل. ما عادش قعد في البداية كيف ما انتم عارفين انبناء على كذب وترهات، وان هناك ارهاب وبيحاربوا الارهاب وقتل وكذا، كلام فاضي كله. القضية كلها كانت سعي للحكم وتلبيس التهم. واستمرت القصة بهذا الشكل، وحروب وقتال وتحشيد وخشوش دول من برا خشت على الخط، وانتهكت السيادة الوطنية ودخلت علينا الأمم المتحدة، وبدأت في سيناريو المبادرات اللي كل يوم تسل منا حاجة المبادرة هذه، لين وصلنا الحالة وهي وإن كان زمان جتنا بس مخفية شوية لكن توا واضحة،
وهو التواصل مع العدو الصهيوني. وعادة الدول التي تتواصل مع إسرائيل تكون دول هشة، تكون دول هشة. هذه رسالتي أنا حتكون لمضمون الحلقة، لكن إحنا حنحكوا على الحلقة بالضبط وش نبوا منها. نحن حلقتنا شنو تقول؟ لا ربيع، وهو المقصود به ربيع الثورات، لا ربيع فعلا، ما يكونش عندنا ربيع حقيقي ما لم يزهر الأقصى. ما عندناش ربيع مضبوط إلا أن يزهر الأقصى. الله يحفظه. واضحة. صار دعوات عندنا من بداية الثورة أيضا حددت وجهة الثورات وحددت وجهة الربيع شنو هو. هذا كله تونا نسمعه في الحلقة أو من خلال الحلقة. خلونا نبدأ في حلقتنا، وحلقتنا كيف ما قلت لكم عنوانها لا ربيع ما لم يزهر الأقصى. واللي خلانا نديروا العنوان هذا هي الصورة اللي تونا بنشوفوها مع بعضنا. تفضلوا يا شباب. هذا وزير في حكومة الوحدة الوطنية، وزير العمل تحديدا. أعطوني اسمه بالله كذا. ما ها؟ تمام. السيد هذا توكع الله وعد زار إسرائيل عن طريق معبر الكرامة يسموه فيه، اللي هو ما بين الضفة الغربية وما بين الأردن. معبر، وهذا لما تدخل لابد تمر على إسرائيل. الوزير هذا وزير العمل اللي هو علي عابد هذاهي وفلي طبعا. قضية هنا مش قضية قبيلة، قضية شخص في حد ذاتها. الحقيقة السابقة هذه ما صارتش يعني من قبل. اللهم إلا الحجاج اللي جن الثورية اللي دزهم المجرم الهالك هذاك الأولي، دزهم البيت المقدس ويحسب أرواحهم محرين بيت المقدس أو فاتحين، وهي كانت إشارة معينة بينهم. لكن أن يخرج وزير من حكومة رسمي بهذا الشكل ويمشي، بصراحة سابقة كبيرة بالكل، سابقة كبيرة بالكل. ونحن نلاحظوا أمتى يتم الدول العربية، أمتى يتم التواصل مع العدو الصهيوني ومع إسرائيل؟ لما تشعر الحكومة إن حكومة طايحة زي ما تقول، أو حكومة هشة أو وضع هش بصفة عامة، فيحاولوا يديروا كونكشن تواصل مع العدو الصهيوني بما يملك العدو الصهيوني من سيطرة في العالم، لدرجة أنه يثبت في حكومات ويزيل في حكومات. عندها يتم التواصل كيف ما دارت السودان، ومش بعيد حتى تونس توديها، كيف ما دارت مصر طبعا. أصلا اللي جابوا السيسي هم اليهود يعني، كويس. لكن تصير في ليبيا بلد المليون حافظ، والبلد اللي حساس في هذه القضية بالذات، قضية الفلسطينية، قضية بيت المقدس، فك الله أسره من أيدي اليهود الملاعين. تعرفوا هذه طبعا بنقول أنا كون أن الوزير هذا ماشي من راسه، يستحيل طبعا. إذا كان ماشي من راسه مصيبة، وإذا كان لا هو بالعكس، إذا كان ماشي بعلم الحكومة مصيبة، وإذا كان ماشي براسه فالمصيبة أعظم. لكن الغالب لابد أن يكون ماشي بعلم الحكومة، يعني بعلم رئيس الوزراء أو مجلس رئاسة الوزراء، لابد يكون عنده علم. هذا تواصل مع دولة، ودولة مش عادية، دولة صهيونية مغتصبة.
تعرف أول شيء يصير مفروض شنو؟ مثل هذه الأحداث في الدول اللي محترمة نفسها ومحترمة شعبها، عند الحكومات اللي محترمة نفسها ومحترمة شعبها، تسقط الحكومة بهذا التصرف. أن تتواصل مع دولة صهيونية بهذا الشكل، أنت حاط في الباسبورت بتاعك أنك تزور الدول كلهن إلا إسرائيل. تمام؟ مفروض أنها تسقط الحكومة. لو ما سقطتش الحكومة مفروض هذا يحاسب ويسجن ويحاكم. جينا لعب على قبلة المسلمين، هذا لعب على دماء إخواننا المسلمين الفلسطينيين الشهداء اللي قاعدين إلى هذه اللحظة وهي تسيل دمهم حفاظا على المسجد الأقصى وكرها وبغضا لليهود. تجي حضرتك وتعدي تدير معهم لقاء، يعني سامحوني، يعني أي شرع ماشي به أنت وأي عرف وأي قضية وأي عروبة ماشي بها من جميع الجهات. ونعاود ونقول سابقة خطيرة جدا في ليبيا. شو رأيكم؟ ونزيد كم الشعر بيت زي ما يقولوا. الشخص هذا هو اللي وصل عبد الله منصور للنيجر. هو اللي ركب معاه في الطيارة ومشى معاه. بي كيف يوصل عبد الله منصور من هنا ويطلع من هنا يزور إسرائيل؟ شن فيه بالضبط؟ شن اللي قاعد يطبخ؟ شن فيه بالضبط؟ فهمونا. مفروض هذا الرجل يساءل ويحاكم. من كم يوم نحن السيد رئيس الوزراء قال طلقنا عبد الله منصور باش نرفع الظلم عن الناس، وفبراير ما جتش الا لرفع الظلم، ونحن الان نرفع في الظلم. هذا اللي قاله في البوست اللي جبناه كم الحلقه الماضيه. بقى يا سيد عبد الحميد، يا باش مهندس، يا سعاده رئيس الوزراء، هل فعل هذه شنو تصنفها؟ التواصل مع العدو الصهيوني شنو تصنفها بالله عليك؟ مش مفروض فيها راي، فيها قرار؟ والا شعرت ان وضعكم مهزوز عند العالم، فقلت خلونا نقوي علاقتنا باسرائيل، اسرائيل حتضغط على امريكا وتضغط على العالم يثبتوكم في الحكم. ايضا هذا لو صح هذا الكلام مصيبه بصراحه، مصيبه كبيره بالكل. كيف تبي تحكمنا وانت يدك عند اليهود؟ باقي الخطوه الثانيه شنو؟ تطبعنا مع اليهود؟ موضوع بصراحة واعر بالكل، خطير، وسابقة زي ما قلت لكم لم تحدث من قبل في تاريخ ليبيا، تحدث الآن. علامة استفهام كبيرة. أرجو من العقلاء والحكماء والساسة يتداركوا هذا الموقف ويكون في تبرير قانوني، تبرير أدبي أخلاقي للي دار السيد هذا علي عابد. واضحة؟ يصلح الله الحال إن شاء الله. تفضلوا يا شباب. حالة النضال التاريخي للشعب الليبي الكريم الداعم للقضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين، إذ أنها تمثل قبلة المسلمين الأولى وأرض الإسراء والمعراج بها المسجد الأقصى الذي شرفه الله بشد الرحال إليه بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقد خص هذه الأرض بالبركة، فشملت المسجد الأقصى وما حوله، وهي أرض الرباط والجهاد إلى قيام الساعة. وإذ نحذر من مخاطر التطبيع التي تتمثل في سلخ الأمة الإسلامية عن دينها ومواريثها، تهويد القدس وسياسة الاستيطان واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ومقدساته، مسخ الشخصية الإسلامية لتمرير المخططات الصهيونية كالديانة الإبراهيمية المزعومة، ونشر الإلحاد والتفسخ الإخلاقي لهدم منظومة القيم والأخلاق. وإذ نشيد بالدور التاريخي والبطولي المتميز
للمجاهدين والمتطوعين الليبيين في حرب 48 الذين فاق عددهم عدد كل المتطوعين العرب والمسلمين، وبالأخص دور القائد محمد طارق الإفريقي الذي خاض 40 معركة في قضاء المجدل ومعركة الفلوجة الأولى والثانية. ونذكر بالمنحة المالية قوامها 30 مليون دولار بمؤتمر الخرطوم الذي قدم في حرب الاستنزاف لدعم فلسطين، وبدور ليبيا في حرب 73 بتوفير طائرات الميراج للجيش المصري ومضخات المياه الضخمة التي استخدمت لهدم السد الترابي. ونؤكد أيضاً أن القضية الفلسطينية محل إجماع رسمي وشعبي، ويتجسد ذلك بالسلوك التصويتي للدولة الليبية الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وكافة المحافل الدولية من العهد الملكي وحتى الآن. ونذكر بحادث الطائرة الأليم التي أسقطت من قبل الكيان الصهيوني المحتل فوق سيناء، التي قتل فيها 108 راكب من بينهم وزير الخارجية الليبي صالح بويصير، وجل الركاب كانوا من مدينة بنغازي الحبيبة. عليه فإننا نستنكر وبقوة ونستهجن وندين بأشد العبارات زيارة التطبيع المشؤومة التي قام بها وزير العمل وعضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة والوفد المرافق لهما إلى فلسطين المحتلة التي تعتبر. حياك الله دكتور عمر بعرة، حياك الله وحيا إخوانك اللي معاك، وبارك الله فيكم على جهودكم وعلى توضيحكم وعلى غيرتكم على المسجد الأقصى وعلى أهلكم في فلسطين. وهذا ليس بغريب حقيقة على الليبيين، ليس بغريب على الليبيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ حقنا من اليهود وأن يرحم شهداءنا في فلسطين. وتاريخ ليبيا بفضل الله سبحانه وتعالى في القضية الفلسطينية فضل من الله سبحانه وتعالى، شهداء وأموال وتضحيات ومواقف معبرة، يعني ما شاء الله بصراحة. فهذا الاستثناء اللي صار بصراحة، سواء كان الوزير ولا الوفد، توه ذكرنا أخونا دكتور عمر، ذكرنا أنه وفد معاه مش واحد قصة، يعني فيلم كبير يا جماعة. لابد أن يكون فيه موقف هذا، لابد أن يكون فيه محاسبة، لابد أن يكون فيه سؤال، ويا ريت يكون علنا على التلفزيون. نحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه التصرفات ومن هذه الأنفس بصراحة. قضية المسجد الأقصى هذه قضية محورية لدى المسلمين، محورية لدى المسلمين كافة. نجو نحن ليبيين، بلد المليون حافظ وبلد التاريخ وشهدائنا في 48 وفي 67 هذا كله 56 شهداء عندنا ليبيين قاتلوا في فلسطين حبيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. لكن بنقول حاجة، أنا قضية زيارة الإسرائيل هذه، أعوذ بالله منهم، مش سهلة يا جماعة، والله ما جت عبثا ولا جت عبطا. قد بالكم تظنوا أن الأمور ماشية هيك زي ما يقول سباهلة، لا 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 لا، والله محسوبة. تتذكروا زمان الجروشي، نذكركم به جروشي اللي كانوا يقولوها في الليل هو يطلع ويقولها في الصبح. تتذكروا لما دوا على المساعدات اللي جنهم وكذا، عرفتوا أول مساعدة جتهم منينه؟ خلونا نسمع تو الفيديو مع بعضنا. هاي درجة اللواء خليفة عنده صديق أجنبي، لا ليبي لا عربي لا مسلم، واحد أمريكي ما نقولش اسمه، حفاظا على درجة. الدفعة الأولى نجيبوا فيها 40 طائرة، 40 طائرة سخوي وميك واليوشن
وانتنوف وعموديات اللي تشوفين يضربان 10 عموديات. ما حش وقعنا العقد وكل يوم نقص ورقة. الرجل هذا دفع للواء خليفة 50 مليون يورو. صديق اللواء خليفة اللي يقول خليفة اشدار دفعها للرجل لنا بس قال اعطوني ضمان. مرة البعيد يموت خليفة وموتوا كلنا مزبوطة لا ما اعطوش ضمان. شغايك ماذا؟ هذا مش يهودي ولا مش يهودي اللي دوا عليه الجروشي؟ له مسلم، له عربي، له ليبي، له لا دا 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 دا. أمريكي هو، أمريكي بأي شنو ديانته يا صقر؟ الأمريكان لو كانوا أمريكي فعلا وتبع الحكومة الأمريكية حيقولوا اسمه راه، لكن ما دام هو يهودي مش حينقال اسمه. وأيضا الأموال اللي بالشكل هذا وتدعم في الحروب، لما يقعد شخص بروحه برا الدولة متاعه ما يدرهاش إلا يهودي. هذا يجينا في لوبي كبير على مستوى العالم لليهود، أغنياء اليهود حسب التوجهات بتاعهم من فوق يعرفوا من يدعم ومن يعطوا. إذا قضية التواصل مع اليهود قضية قديمة بصراحة، هي من أيام الهالك الأولي زي ما قلنا، وزيارتهم بيت المقدس وتواصلاتهم. لكن إنها تقعد الآن على الطاولة مفروشة، هذه هي القصة الكبيرة. وأنا نأكد نقولها كم الآن للأسف الأنفس الضعيفة اللي يبي يقعد في الحكم زيد ناقص لابد يتواصل مع إسرائيل، بينما هو في حقيقة الأمر لو كان هو بعقله والله غير التفت لشعبك بس وخليك بنادم تنفع، والله يكرشوا فيك بيديكم كرعيهم، بيديهم وكرعيهم يمسكوك يقولوا لك اقعد. لكن انك تمشي لاسرائيل مقابل انك تبقى في السلطه، لهذه سابقه كبيره بالكل، والله سابقه وكارثه بمعنى الكلمه، كارثه بمعنى الكلمه. يعني مفروض ان السيسي حاكم الثوار وحاكم الحكومة الشرعية المنتخبة، حكمها بايش؟ زورا وبهتانا. قال لهم انتم تخابروا مع حماس، مخابرة مع حماس. بين اللي مشال اسرائيل هذا وهدرس معاهم، شنو حكمه هذا؟ علاقات اجتماعية هذا ولا شنو؟ ولا علاقات عنده مناسبة غادي ولا شنو بيدير؟ ولا ملهاش أي حكم، يعني ملهاش فتوى إجرام بهذا الشكل، يمشي على دماء إخواننا وعلى قضيتنا مسجد الأقصى بكل بساطة. عودوا لي بالله أعطوني الصورة بتاعته كذا، أعطوني الصورة كذا فضلوا. هذا مسجد الصخرة طبعا، اللي القبة الصفراء هذا مسجد الصخرة، مسجد الأقصى في جنب غادي، لكن هذا مسجد الصخرة، هذا اللي فيه الصخرة اللي صعد من عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. أخونا هذا ما شاء الله مصبي ذكرى، يصير ذكرى وكأنه مفتتح، هو ما كأنش خاش تحت راية اليهود ومسلمين عليه اليهود ومستقبلين اليهود، والله ما يسقطها الله. لو كانوا فعلا مزبوط راه مشال غزه، غزه نقولوا هذا فعلا ماشي على سب القضيه الفلسطينيه وماشي يشوف اخواننا غادي وشنو احتياجاتهم وشنو ظروفهم وكذا كذا اللي تنكر لهم العالم كله مفروض. لكن انك تمشي لليهود بصراحه تحت اي بند، هذا الا الخذلان والا القصه اللي تو سايره هذه من الدول العربيه الهشة وقضية التطبيع. ولا أستبعد أن حتى الإمارات خاشة فيها القصة، لأن الإمارات متخصصة في خراب، في خراب الدول وشراء الذمم بالأموال والإفساد، متخصصة هذه البلد. وانتم عارفين طبعا المصدر الإمارات اللي دارتها، الهبكة اللي دارتها الأخية الديانة الإبراهيمية ولا الدين الإبراهيمي ولا
الحوسه اللي داروها تخليطها مع الهندوس مع النصارى مع الكفره مع المجوس مع الاسلام مع الكذا، وطلعوا فتلوكه جديده سموها الديانه الابراهيميه، وبريء منهم سيدنا ابراهيم، بريء منهم وافعالهم الشيطانيه عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، بريء منهم. هالخزعبلات هذي كل يطلعوا من منطقة الشر غادي، مصدر الشر اللي تعهد يوما ما وزير الداخلية ولا الرئيس بتاعهم بعد قامة الثورات قال لو صرفت ثلث مالي، افطنوا، ثلث مالي لو صرفته في سبيل القضاء على هذه الثورات لفعلت ولن أتردد. شو رأيك؟ تبوا ترجعوا منهم خير هذي ما؟ فالمربع اللي خشت فيه ليبيا أخيرا هذا خطير والله، وعلامة استفهام كبيرة بالكل. يصلح الله حالنا إن شاء الله، يصلح الله حالنا. تفضلوا يا شباب. يا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول أن فلان يسرق وفلان يسرق، أين الدليل؟ لابد من الدليل والتبين، وتلقى الأمر واضح أن الإنسان سرق ومع ذلك بتشفي ظهر الغيب عليه. أرفع الأمر لولاة الأمور، أرفع الأمر للمشير حفظه الله، قول له الجهة الفلانية فلان الفلاني راهن أخذ أموال الدولة، أخذ الأموال العامة بغير الحق، وما نأخذ الأموال الخاصة. وأنتم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ستلقون بعدي أثرا. لا ترى قال لك الانسان ناس يتميزوا عن الناس بالاموال وبالمناصب، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الصبر مش بالمظاهرات وبالتخريب ويستغلها الاخوان والخوارج بايش ايش يمكن الجماعات الارهابيه من بلادنا. انتبهوا يا عباد الله، حتى الانسان بعد ما يصير شيء يلموا بعضهم عقلاء الناس من المناطق، الناس العاقلة، ويركبوا المشير حفظه الله. لأنك زنديق كبير بصراحة، زنديق كبير كبير بالكل. ندير عليك، هو هذا قديم شوية الفيديو هذا، ما ندير عليه تو شنو سير فيه، مرال سير فيه حالة تو، خاصة جاية عليهم الأيام هذينا ويصفي في الحسابات المرعوبة متاعهم، هذا اللي مسمينا المشير يصبي في كل من صب معاه برم عليه، مش بعيد حتى هذا يبرم عليه. تو بالله عليكم تو هذا يحذر من المظاهرات، قالوا يستغلن وكذا ومسلمين وولاة امر بي لما جاء جيش جرار من غادي وجبت الروس، خلينا من بنغازي وخلينا من دمار بنغازي وعطب حال بنغازي، خلينا منه هذا كله يا سيدي. جبتوا تقلعتوا وجيتوا لعند طرابلس، هل هذه فيها طاعة ولاة أمر ولا فيها شن فيها بالضبط؟ فهموا الناس، راكم ودرتوا الناس والله. تبوء بالإثم كأنك تفهم معنى الإثم، إنك متربع فيه. هذا واحد من اللي شاركوا في ضياع المشهد في المنطقة الشرقية، هذا واحد منهم. هذا هو اللي استغل الدين استغلال سيء، استغل دين محرف، أفكار محرفة في راسه وقاعد يطبقوا فيهم. أنا من يعرف أي دين اللي يمجد الطواغيت ويمجد الظلمة ويخليك تركع للطاغوت وتخنع للطاغوت وتذل أمام الطاغوت، أي دين هذا اللي تحكوا به أنتم؟ والله بريء منكم دين الإسلام، والله بريء منكم في هالأفكار هذ وفي هالعقول وفي هالتصرفات، والله بريء منكم. توين هاللوي هذا؟ توين هاللوي يا بابا؟ وين الدق وانتو؟ مش صبيت طلعت علينا انت بروحك ومحمود الورفلي قاهر الخوارج وناصر الدين وحفظه الله باي، وانقتل محمود الورفلي، طلعت كلمة انت وقلت شن صار في محمود ولا ليش انقتل ولا شن نتيجة التحقيق بتاعه؟ مش تعرفون كم مجرمين كذابين؟ مش ياما جبتوا لنا محمود الورفلي هذا وهو اللي هناك والبطل وكذا وكذا
وقاهر الخوارج وقاهر مش عارف شنو، ويجي هو بروحه يحكي ابن تيمية والله ما قتلناهم إلا تقربا إلى الله وأمرا من رسول الله. توقت لوك يا مجرم أنت بروحك، في واحد تكلم عليك ولا قال شن صار فيه هذا ليش قتلتوه ولا بيش تعرفون كم شلة شلة صعاليق زنادقة مجرمين كذبة قتلة مستحلين دماء المسلمين مستحلين أرزاق المسلمين، هذا هو اللي مفروض ينقال في حقهم. يصلح الله الحال إن شاء الله. تفضلوا. الكرة الآن في الملعب المبعوث الأممي، والكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة ومجلس الأمن. مجلس النواب أختي الكريمة كما جاء على لسان السيد رئيس مجلس النواب مستشار عقيلة صالح في البرلمان العربي في بالأمس عندما شرح بشرح مستفيض، يعني الجميع تفاجأ بالحقائق الدامغة التي ذكرها المستشار عقيلة صالح. مجلس النواب يعني في كل مرة يفي بما طلب منه. ألم يصدر مجلس النواب يعني القانون رقم واحد لانتخاب رئيس الدولة ولم يقصي أحد؟ ترشح سيف الإسلام، ترشح خليفة حفتر، ترشح عقيلة صالح، ترشح أكثر يعني ما يقارب من 100 شخصية معروفة داخل ليبيا وخارجها للانتخابات الرئاسية. أيضا قانون الانتخابات البرلمانية أكثر من 3000، يعني رقم كبير جدا، أكثر من 3000 مواطن ليبي ترشحوا لهذه الانتخابات. الشعب الليبي يعني مهر على هذه القوانين بأصابع العشر كما يقولون، عندما استلم أكثر من 2,800,000 مواطن ليبي يعني بطاقاتهم الانتخابية في استفتاء كبير جدا على رضاهم على هذه القوانين التي أصدر مجلس النواب. مجلس النواب جلس مع مجلس دولة في جنيف، جلس معه في الصخيرات، جلس معه في زنيقة، جلس معه في القاهرة، في باليرمو، في برلين، في كل مكان، لكن مجلس الدولة هو الذي لا يفي بوعود. أختي الكريمة هنالك داخل مجلس الدولة في أصله هو ثلث معطل الغرفة التشريعية مجلس النواب عندما أسندت إليه اتفاقية الصخيرات المعيبة يعني بعض التخصصات أو اختصاصات التشريعية، وكان لابد على مجلس النواب إذا أراد أن يقوم بعمل أن يتشاور مع مجلس الدولة. داخل هذا الثلث المعطل هنالك ثلث معطل، هم ثلث الذين لا يريدون حل كما جاء في بيانه في 54، لكن هذا لا يغني عن شيء. أنا يعني في الحقيقة أشكر وأشيد بالنواب الذي فاق عددهم أعضاء مجلس الدولة 68 نعم. عضو مجلس الدولة ولتفاهمهم لهذه 68 شكرا لك على التذكير، 68 يعني نائبا من أعضاء مجلس الدولة لحرصهم على وحدة البلاد. ليبيا الآن أختي الكريمة، وهذا الكلام يوجه لكل ليبي مسؤول سواء في مجلس الدولة أو مجلس النواب، ليبيا الآن في مفترق طرق. ليبيا الآن كما قال المستشار في إحدى جلساته المجلس النواب أن ليبيا بين مفترق طريقين، يا إما إلى التصالح والاتفاق وإما إلى يعني التمزق والتفرق والتشرذم والحروب التي لا طائل منها وستأكل الأخضر واليبس. ما الذي يعني يدعو أعضاء مجلس الدولة إلى رفض التعديل الذي أقره مجلس النواب؟ أين النقاط الخلافية؟ هي نقاط بسيطة يمكن الاتفاق عليها، يعني مرمى السهم ومكمن الذي داء في هذا الاتفاق هو مزدوجي الجنسية والعسكريين، وقد وجدنا لها حل يرضي الجميع. وبالتالي أعتقد أن العرقلة هذا التعديل ما هو إلا رغبة منهم في يعني في سير بليبيا المجهول، وهي أجندة خارجية تقود هؤلاء الأعضاء عن مجلس الدولة لقيادة ليبيا إلى الدمار إلى التشرذم. ليبيا الآن في مفترق طرق، يعني ما الذي يريد هؤلاء؟ إن كانوا يريدون السلطة هم في المؤتمر الوطني من 2012 إلى الآن أختي الكريمة، يعني أكثر من 10 سنوات. إذا كانوا يريدون الشهرة والمال ويريدون العمل السياسي فقد شبعوا من ذلك. اتركوا الشعب الليبي يختار من يشاء، يختار خليفة حفتر، عقيلة صالح، يختار دبيبة، يختار من شاء الشعب الليبي. هذا قانون لم يقصي أحد. لماذا تقصي العسكريين؟ تقصي العسكريين. إن لله وإنني رجعون. حتى هذا لحقوه باللي كان قاعد قبل هذا، تم شلة صعاليق زنادقة. طبعا سماع دواء واجد وحاجه يعني مقززه مصدعه ما تعرفش كيف تجيبها، لكن انا بنقول حاجه، الخلاصه تاع الكلام تاع هذا، يا اما يحكم حفتر يا اما ليبيا تمزق. كان تبي الكلام المضبوط، ان كان يا حفتر يا تمزق لا تمزق خير، نقولها لك من تب كلا نقتلوا معمر ونجيبوا حفتر، هذه من جديد نقعدوا مجانين، والله نقعدوا مجانين. الله
كان رضينا ان حفتر هو اللي يحكم. وقصد مزدوجي جنسيه جميع العالم، ما فيش رئيس يا استاذ يا شيخ، ما فيش رئيس عنده جنسيتين في العالم، ما فيش، ما صارتش هذه. انتوا تبوا تستحدثوها من الاخير. الدستور عندك يقول العسكري لا، او يقعد مستقيل له 5 سنين ولا 10 سنين ولا اللي هو. هذا الدستور عندك يقول هيك، منين يجيب فيه انت الاعلان الدستوري؟ نحن اللي دارت ثوره فبراير اللي جباتك للاسف، دارت اعلان دستوري حددت به الخطوات والمسار اللي نمشوا به، اذكرت هذا الكلام. شين معنى انتم جيت عدلوا فيه الكلام هذا؟ اول مره تبوا تلغوا حاجه اسمها اعلان دستوري يمثل فبراير، ثانيا تبوا تجيبوا واحد جنسيته امريكيه يحكم البلاد. ما تجيش بصراحه اي منطق يقول به. طبعا هو انكر على مجلس الدعوه، المجلس الاعلى للدوله، انكر عليه الجزء اللي هم رافضين التعديل، انكر عليهم وقال لهم انتم مش عارف كيف تبوها، انتم تبوا السلطه، انتم لكم 12 سنه باي، وانتم يا حبيبي كم لك سنه؟ لك 8 سنوات على الابيض، 8 سنوات على الابيض، انتم زورتوا تزوير باي، هذا كم على الاقل 12 سنه حتى وكان صوره، لكن ينتخبوا ويطلعوا كذا وماشي الامور عندهم. باي انتم لكم 8 سنوات؟ الاربعه الاولاد مفروض انتم خلاص كراك في ركاب، مظبوط؟ قال اتفاقية الصخيرات المعيبة، اتفاقية الصخيرات هي اللي هي اللي ثبتتكم. انتم صدر فيكم حكم من المحكمة، صدر فيكم حكم ببطلان جلسات بتاعكم وببطلان اجتماعكم، وسقط يعني انتهاك السيادة الوطنية والتحالف مع الدول، الحرب على ليبيا، هذا كله درتوه انتم يا مجلس النواب، انتم اللي قربعتوها، انتوا اللي طالبتوا بالانفصال وبالتقسيم. انتوا مجلس نواب مفروض انتوا اول من يحافظ، انتوا من ايدتوا الانقلاب العسكري، ايدتوه على ليبيا، جاي تو تقولي والله مجلس النواب دار اللي عليه واشادوا به العالم وسعادة المستشار وهو يحكي من تفاجأ الناس. الله اكبر، والله نحن اللي تفاجأنا، والله نحن اللي انصدمنا، اللي زرطنا فيكم، نحن هو اللي انصدمنا. اتفاقية صخيرات المعيبة، ما هي اللي جباتك يا حبيبي؟ تو قعدت معيبة، هي اللي ثبتاتك، إلا قبل راحت. هذا ملعوب داروه الغرب، مش تقعدوا يحافظوا عليكم، انتوا خلاص رحتوا فيها، داروا هالمبادرة باش يعاودوا يبقوكم وتبقوا انتوا الكم السلطة العليا. شوف بالله عليك، شوف الخدمة اللي يخدموا فيها الكم. يصلح الله الحال إن شاء الله، يصلح الله الحال. تفضلوا يا شباب. هذا نسيت طبعا، تمام. الأخت سعاد رتيمة وهي عضو عن جنزور في المجلس الأعلى للدولة، حكت على الجلسة الماضية، قالت لم يتحصل المجلس الأعلى للدولة في جلسته الماضية أو الطارئة اليوم على النصاب القانوني. وطبعا المجلس الأعلى للدولة للأسف يشيع أنه هو تحصل على النصاب في الجلسة، وأنه هو أقر التعديل بتاع عقيلة صالح. الحقيقة تبو الحقه، يعلم الله القرقوز هذا متاع مجلس الأعلى الدولة ومجلس النواب وين ماشيين بالبلاد، مانيش عارف. في ظني أنا هم اثنين، لو كان يمشي كلامهم إن شاء الله أول من يتغدى بهم حفتر. هم اثنين حتى، مش مجلس الأعلى الدولة، لا والله مو ناسيها الله. السيناريو هذا، يوم يطلع هذا يقرم هذا، يوم يدعو للاجتماع، يوم يقولوا تقربعت، معش يصير منهم، يرد الاخر ويديروا اجتماع، انطلاقوا غادي، نقولوا شنو العرس هذا اللي معش حز؟ لابد انتوا يكون عن طريقكم الحل، ما قلنا لكم من زمان. خلاص يا ابن عمي، مجلس النواب له 8 سنوات توه.
ومدد الروح بروحه هو، واظن يمدد حتى الدوره الثالثه بالنسبه له، ما صارتش. يعني لازم يجي عن طريق كم نحله، ويا ريت حل. هو تسليم للعسكر يا جماعه، تسليم للعسكر، وهذا للاسف يبيه الغرب المنافق، الغرب اللي يدعي في الديمقراطيه والحريات، لا، يبي عسكري يحكم ليبيا في عقيده امنيه، عقيده يتربى عليها العسكر. هذه يسهل التعامل الغرب مع العسكر. الغرب يفضل في العالم الثالث، يفضل ان يتعامل مع العسكر في بروتوكول معين، في قواعد متفاهم فيما بينهم، يجيدها العسكر مع الغرب. لذلك حريصين كل الحرص على وجود حفتر في السلطة، بينما المعطيات تقول لا السن ولا الصحة ولا القاعدة الشعبية تقول إن الرجل هذا يحكم. حتى القاعدة الشعبية منتهية بالكذب، الثبات عند الناس إنه هو كذب عليهم وودر عيالهم وودر أرزاقهم وخششها في بعضها. فيستحيل ان تكون عند القاعده الشعبيه اللي ساعتها كانت تطلع في الكيش ونمشوا الحفايا وعرايا ومش عارف شنو، كلام فاضي طلع كله هذا. يصلح الله الحال ان شاء الله. هذا يا سيدي بيان المجلس الاعلى للدوله. شنو يقول؟ بيان مقرر المجلس الأعلى للدولة بشأن انعقاد جلسة المجلس اليوم الخميس 2/3/2023. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة أن الجلسة يتحقق نصابها قبل انقضاء ساعتين من الوعد من الموعد المحدد لانعقاد الجلسة، والموعد المحدد في الإعلان عن جلسة اليوم في الساعة 11 صباحا، أي عند الساعة 1 ظهرا، يبلغ عدد الموقعين لحضور الجلسة 61 عضو، ما يعني أن النصاب يتم يتحقق في الوقت القانوني المحدد في النظام الداخلي للمجلس. ولكن رئيس المجلس مضى في الجلسة وقام بالتصويت في جلسة ينقصها النصاب القانوني، وبهذا فإن الجلسة والتصويت باطلان قانونا ولا يعتد بهما، ونحن نأسف لهذه الخروق الواضحة للنظام الداخلي. هذا أعضاء مجلس الأعلى للدولة يقولوا على الجلسة اللي اعتبروها بلغت النصاب هم ومشوا بها وداروا بها التعديل. فأنا مش عارف، اتقوا الله في الشعب الليبي يا جماعة، اتقوا الله في الشعب الليبي. يعني في المؤتمر الوطني حوستوها غادي وخششتوا صالح مخزوم اللوطة ومصلحة البلد، وتقولوا صالح كان مستقيل أصلا صالح، وطالع من القصة بالكل بطريقة أخرى، جبتوه على أساس هو النائب باش يوقع وتمشي الأمور. تخصصتوا أنتوا في اللخبطة، تخصصتوا في التزوير، شو قصتكم بالضبط؟ وين ماشيين بالبلاد انتو؟ شن تبوا بس؟ انعمبوا الكرسي اللي خلاكم تنزلوا لهذه المرحلة. معقولة تضيعوا البلاد على سبة تقعدوا انتو في السلطة؟ والله لو كان جيتوها من الباب الآخر راكم خذيتوها رؤوسكم فوق، رؤوسكم مرفوعة. لو كان تمسكتوا بحاجة اسمها ثورة فبراير وإن الكلام هذا فاضي، والله راهو حب على رؤوسكم الشعب، وراكم حصلتوها وانتوا رافعين روسكم. لكن توا بهالدحنسه هذه وبهالتزوير وبهاللخبطه وتوافقوا على كلام يدير عقيله صالح، عقيله صالح يدير لكم تغيير توافقوا عليه؟ شو تتوقعوا منه يعني؟ شو تبوا تتوقعوا منه؟ تتوقعوا منه مصلحه البلاد؟ شو الكلام الفاضي هذا يا جماعه؟ تتحقوا في جلساتهم وكيف وادهكوا وطلع برا ومش عارف شنو، هذا مجلس تشريعي توا يعدل لكم الاعلان الدستوري اللي جبتوه بدماء ابنائكم، دماء ابنائكم جبتوا به الاعلان الدستوري، الكم الحق انكم تفخروا به الى يوم الدين. يجي غير الكم عقيله صالح عقابها؟ عقيله بيانات؟ عقيله مبايعات؟ واو يا جماعه، والله ماني عارف شنو صار لكم، والله
على الأقل اللي كنا نظنوا فيهم خير يا جماعة، مش هكي. لكن أنا نقولها كم، والله الحق لن يخذله الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. والله يفضحكم على رؤوس الأشهاد ويخزيكم الله سبحانه وتعالى. جنكم لعبتوا في منطقة حرجة بصراحة، منطقة دماء وقتل ومسلمين وأعراض وبيوت هدمت وخربت وبلد ووطن ضاع، لعبتوا في مربع شين بالكل. فالله سبحانه وتعالى يتولى أمرنا بإذن الله تعالى، وثم بجهود الإخوة المخلصين أصحاب الوقفات اللي لكلوا لملوا وهم ينبهوا ويتكلموا ويصبوا قدام المهاري ويصبوا قدام الجلسات ويصبوا في الساحات، هذا كله إحقاقا للحق وإرضاء لتلك الدماء الطيبة التي أزهقت من أجل ثورة فبراير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. تفضلوا يا شباب. في موضوع ما تم اليوم الأحوال الجوية ممتازة جدا في سواء في ميناء الزاوية، سواء في ميناء راس لانوف، سواء في كل المواني، البحر كويس، وهذا موجود في نشرة الأرصاد الجوية، وأن الأمور تسير على المرام، ولكن في أمور سياسية، يعني أمور سياسية بصراحة يعني غطت على موضوعنا احنا وطلبنا الحقوق، ما نبوش ندخلوا موضوع في موضوع. المفروض المؤسسة حتى لو أن كذا يعني تضم صوتها لصوت العمال في المطالبة بالحقوق، وما يتمش، لأن تول يعني أنتم عارفين يعني استغلال الموقف واستغلال العمال في موضوع زي هذا مشكلة. يعني بصراحة يعني احنا رانا بعيدين على كل التجاذبات السياسية، والمفروض حتى المؤسسة تطلع على كل السيب هالموضوع التجاذبات والمشاكل هذه. يعني هو ابن حفتر طالع وقال انا اللي اما يعني مسكرين المواني، وهذا لا يسجل علينا احنا كرقابة. احنا عملنا راهو بريئين من اي جهة تستغل العمال وتستغل النقابة العامة للنفط، تستغلها في مواضيع. الفيديو هذا يعني قديم شوية، لكن العمود الفقري متاع ليبيا أو المصدر الوحيد زي ما تقول لرزق الليبيين هو النفط. وراكم الراجل هو في الرقابة وفي الإدارة، المراقبين على النفط وعلى استخراج النفط، وراكم من اللي متحكم فيه ومن اللي يسير فيه ومن اللي يستنزف فيه. ونحن قاعدين ننظره في إسرائيل غادي ونفتتح في المسجد الأقصى ونصور هذا المسجد الأقصى. قصة طويلة بكل، وأنا بصراحة يعني انحراف هذا نسميه في القضية الليبية بصراحة، أن تأخذ هذا المسلك خطير بكل بصراحة. فأرجو من عقلاء والأساس أن ينتبهوا، هذا خطر محدق هذا، وهذا الخطر والله لا يعقب خضر لا يابس. هذه قضايا كبيرة، اللعب فيه مش سهل، والله اللعب فيه مو سهل. أرجو أن ينتبه شعبنا ويوعوا للمؤامرة الكبيرة، وإن القضية بدأت تتوسع، بدأت زي ما قلت لكم بحجة محاربة الإرهاب وكذا وكذا، إلى أن اختمت يبي يضربون الإعلان الدستوري أصلاً اللي هو العمود الفقري متاع ثورة فبراير، واللي هو مفخرة للشعب الليبي كله، اللي صبوا في وجه معمر وأطاحوا بمعمر. الإعلان الدستوري هذا مفخرة لهم، وسيبقى بإذن الله تعالى مفخرة. فرد بالكم يضحك عليكم مبايعات هذا والدول اللي نغزو فيه من برا، بش يبي يشتثوا فبراير، وأول اجتثاث لها بالتخلص من الإعلان الدستوري، اللي لما تقول إعلان دستوري معناها أنت تحكي على ثورة فبراير على طول، ولما تحكي على ثورة فبراير معناها إزالة الدكتاتورية وإزالة الطغيان وتضحيات الشعب الليبي وشجاعة الشعب الليبي. هذا كل حدث يجوا يبوا يحولوه لنا زي ما قالوا من قبل بجرة قلم. يصلح الله حالنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر ثورتنا وأن يرحم شهداءنا
وبإذن الله تعالى لن يخذلنا الله سبحانه وتعالى، مهما حاول المتآمرين ومهما حاول الخونة ومهما حاول المنحرفين فكريا إن شاء الله بإذن الله تعالى لن يخذلنا المولى سبحانه وتعالى. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في لقاء قريب، في حلقة جديدة، في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد للكواي أن تشتو نادره، وفيه يدفع حبا أبهض الثمن. لابد للليل إن طالت حوالكه، من طلعة الصبح من إشراقة الوطن، من طلعة الصبح من إشراقة الوطن.